عسلامة. عسلامة. مرحبا بي. عايشك. خلينا نتعرفوا عليك. محمد عمري 27 سنة، نخدم ديكلارون اون دوان في رادس. منيش متزوج، عازب. عازب وعازف. لا عازب ونخدم. نعرف نعرف. وانت عازب وعازف عن الزواج. ها هاي. انت عازف عن الزواج ولا ما زلت ما لقيتش شريك حياتك؟ انا ما زلت مخمم شويه طوى في العرس، على خاطر العرس بالنسبه لنا في العمر هذا 27 سنه مازال بكري. طوى هذا في وقتنا هذا. اي قبل 27 سنه يبداو معرسين بصغيرات. اي صحيح، اما توا مكثريتنا نحن شباب ولينا معناها ما عادش نخمو في العرس حاجه بكري برشا. ولينا نخليها معناها مانيش مخلينا حاجه مستعجله. علاش؟ نظرا للظروف اللي نعيشوا فيها في الوقت الحالي اختلفت يعني على الماضي. مثلا خاطر طاول العرس ولا يتكلف برشا فلوس، باش تعمل عرس اقل شيء لازمك 50 مليون اثاث، وكان باش تعمل عرس لازمك اقل شيء 50 مليون اثاث، هذا كان باش تكمل تعمل العرس باهي باش تكلف 30 مليون، معناها العرس طاول يتكلف في حدود 80 مليون في عصرنا هذا. برشا ما عندناش فلوس باش نعرسوا، والمبلغ هذا مبلغ كبير برشا معناها الحال. علاه تسعروه معناها العرس؟ ما علاه ما تعرسوش باللي كتب؟ اي متفاهمين، مهما يكون باش تكلف راه. مش تكاليف العرس هي اللي بها الفايده، راه الحياه بعد الزواج. اي الحياه بعد الزواج هي اللي بها الفايده، معناها لازم الواحد يعرف يختار شريكة حياته. ويعرف يختار شريكة حياته وباش ما يغلطش فيها، باش نهار اخر ما يتقلقش منها. فهمتني؟ معناها ما لازموش من الاول تعرف على طفله يدخل في ديبريسيون ويقول لك هكا ما عادش حاب نعرف طفل اخرى تعرفت وقبل وما عادش نقبل. لا لازم يتعرف على واحده واثنين وثلاثه باش يلقى الانسان المناسبه، ولا بالنسبه للراجل باش يلقى ولا بالنسبه للمراه باش تلقى الانسان الراجل المناسب باش تعرس به، باش تنجم تعيش معاه عيشه باهي. لازم يكون ثقه، برشا شروط. لازم يكون ثقه، لازم يكون ملتزم، لازم يكون. اغلبيه الشباب اللي في عمرك انت 27 سنه يراو انه مازال بكري على العرس، على خاطر يراو في رواحهم صغار، والا ماديا ما همش قادرين، والا ما لقاوش شريكة حياتهم اللي تنجم تكمل معاها يعني. سبب انا بالنسبه لي انا نقول ماديا نقول انا، ونقول زاده ينجم يكون ما لقاش شريكة حياته، على خاطر هو الفكره، خاطر هو الفكره بتاع العرس تبدا من 27 سنه. الفكره بتاع العرس تبدا من 27 سنه. الفكره بتاع العرس معناها مش باش يعرس في 27، مش يعرس في 28 29 30. هذا معناها انا كشاب نشوف اللي بعد معناها اللي بعد 3 سنين 4 سنين يمكن نعرس ان شاء الله. اي شنو هو تحضر في ال3 سنين هذا؟ والله لازم نلم فلوس، زاد فما برشا حاجات قبل لازم نشري كهرباء، خاطر ماك تعرف الشباب نحن 27 سنه نحبوا نعيشوا. العائله تستحق كهرباء، تستحق يعني ديما العائله لازم فيها كهرباء. اي الكهرباء ولات حاجه ضروريه، خاطر وسائل النقل في تونس ولات بليده برشا. ما عندي مضيف. ما هو الشرط من شروط المراه الكهرباء؟ لا ما هو الشرط، مو شرط. يمكن المرأة تشرط انه الراجل يكون يخدم؟ اكيد اي، وتنجم تشرط لازم يكون عنده دار مثلا، فما نسى يشرطوا. الأكثرية مش برشا تقول لك نحبك عندك دار، يعني خاطر تعرف اللي في الوقت هذا صعيب ياسر باش تلقى شاب تونسي شهار يعني نجم يمشي يشري دار. اي صحيح، اي صحيح. الا اذا كان يكون بوه خليله، ولا تلقى شكون عاون، ولا خذا كريدجي، حاجة هكا باش يلقى فلوس حاضرة يشري بها دار، صعيبة شوية. اي صحيح صحيح. خاصة توا الدنيا غلت برشا، والدنيا غلت برشا توا. دونك الزواج ما عندوش عمر محدد، جوست هو مربوط بالإمكانيات والشخص المناسب اللي تنجم تلقاه وتكمل معاه حياتك. أنا نقول هكا، العمر مربوط بالإمكانيات ومربوط بالشخص المناسب اللي لازمك تعيش معاه. لو كان أنت في نقولوا في 23 سنة إمكانياتك سبعة ولقيت بنت لحلاق، تتزوج العمر هذاك ولا؟ والله 23 سنه عمر صغير برشا.
عمره صغير برشا، اما كان نجم نتزوج، فماش علاش لا نجم نتزوج. اي ما نقولش لي عادي. نهار اخر معناها كي تمشي تخطب ولا حاجه وامك مثلا ترفض، تقول لك الطفله هذيك ما عجبتنيش، انت شنو تعمل؟ نحكي معاها نقنعها نقول لها علاش ما عجبتكش، نشوف وجهه النظر نتاعها ونعطيها رايي انا ونحاولوا نوصلوا الحل. كها؟ هما زوز اطراف، انت لازمك ترضي طرف واحد. اي باش نرضي امي على خاطر هي اللي ما قبلتش. ما تحس روحك هكايا تتحط ما بين نارين، امك والطفله اللي تحبها؟ ينجم يكون. اي ينجم يكون. هاني قلت لك نحكي مع امي ونشوف معها وجهه النظر بتاعها ونشوف علاش هي رفضت. تنجم هي تقنعني بكلامها اللي هي خايبه ونبطل انا. معناها في النهايه كي ما تلقى حتى حل بيان سور انت باش تحترم راي الوالده نتاعك. لوشي. برشا علاقات ما لا تتوج بالزواج نتيجه الام ما حبتش على الطفله والا ام الطفله ما حبتش على الطفل هذاك. يا اخي بسيتياسيون يتحطوا فيها الكوبل. والله بالنسبه لي انا لازم بالنسبه لي انا العائله ما عندهمش حتى دخل في انهم يدخلوا في ولدهم شكون باش يعرس، بنته شكون باش يعرس. لازم انا نقول كما قلت لك بكري من الاول لازم الطرفين يكونوا متفاهمين، هذيك هي الفائده. الاراء الاخرين هذيك حاجه شخصيه، هذيك باش تعرس انت في عمر معين لازم واحد ياخذ راي الوالدين ساعات. لا ما يندمش يعني من بعد. لا بالنسبه لي انا الزواج ما عندوش عمر. بالنسبه لنا الزواج ما عندوش عمر، معناها اون فوا يكونوا متفاهمين وقتها باش اون فوا معناها يكونوا متفاهمين هما الزوز وقتها يعرسوا مع بعضهم. حتى كان المراه اكبر من الراجل نجم يكون، كما تنجم تكون الراجل اكبر من المراه. معناها بالنسبه لي انا هو على كل حال انت مهما يكون باش تاخذ اراء اصحابك وباش تاخذ اراء الاقاربين عندك وباش تجربوا الشخص هذاك عندك باش تجربوا الشخص هذاك باش تعرف القرار الصحيح من اي من ليه. فهمت؟ يعطيك الصحة. نخلي لك الكلمة الأخيرة، شنو تحب تقول؟ حاب نسلم على عائلتي وعلى دارنا، ونحب نقول إن شاء الله ربي يبقي الستر على تونس، وإن شاء الله ربي يفرجها في فلسطين. ان شاء الله ربي يفرجها فلسطين وكهو. يعطيك الصحة.